السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في المحاضرة التاسعة بعنوان Special Regression. في المحاضرة ديت هناخد فكرة سريعة عن Regression Analysis وليه احنا بنعمل Regression Analysis، وبعد كده نتعرف على انواع Regression Methods، وبعد كده في Types of Regression Models منها الـ Special Log Model والـ Special Error Model. الـ Special Regression ده بيسمح لنا ان احنا نعمل موديل، نعمل examine and explore للسبيشال ريليشن شيب الموجوده في الداتا عندنا عشان نفهم بطريقه افضل السبيشال باترن الموجوده عندنا ده، ايه الاسباب اللي ادت الى ظهوره في الداتا سيت اللي احنا بنشتغل بيها، وايضا ان احنا نعمل prediction للاوتكم based on the understanding اللي احنا وصلنا ليه. دلوقتي السبيشال ستاتستكس اللي احنا اتكلمنا عليها بخلاف الريجريشن اناليسز ممكن تجاوب لنا عن سؤال where something is happening، فاحنا بندور على حاجه معينه حصلت فين، زي مثلا فين الاماكن اللي فيها حوادث طرق مثلا بتحصل بنسبه كبيره اكتر من المعدل الطبيعي مثلا. لكن في حاله ما بنستخدم الريجريشن اناليسز فيبقى السؤال في الحالة دي why something is happening، فزي ما قلنا السؤال قبل كده، لا السؤال في الحالة دي هيكون ايه الفاكتورز اللي بتساهم او بتؤدي الى زيادة معدل الحوادث في المكان اللي احنا بندرسه، وبالتالي نقدر نعرف ايه الاحتياطات وايه ما يجب مراعاته وايه الحلول لهذه المشكلة في هذا المكان، او ممكن ندرسها على مستوى البلد كلها مثلا. الشكل قدامنا بيوضح الصيغة العامة لمعادلة الريجريشن اللي بنشتغل بيها، فده مثال ليها. عندنا الواي ده هو العامل التابع او dependent variable، وبتساوي البيتا نوت زائد بيتا 1 اكس 1 زائد بيتا 2 اكس 2 وهكذا، وفي الاخر خالص عندنا الابسلون، وهنعرف دلوقتي كل عنصر من المعادله ديت عباره عن ايه. الواي ده هو الديبندنت فاريبل، وده اللي احنا بنعوز نعمل بريدكشن بالقيمه بتاعته. بالنسبه للاكس فاريبل ده بيكون اندبندنت فاريبل، وهو ده اللي بيأثر في الظاهره اللي احنا ندرسها او العامل اللي هو واي، وبالتالي لازم نحدد ايه هي الاندبندنت فاريبلز اللي هي الاكسز اللي عندنا دهيت ونبدا نشتغل بيها. اما البيتا فده كوفيشنت بيتحسب بالريجريشن تولز، وده بيظهر عندنا لكل اكس ايه السترينث او قوه تاثيرها على المتغير واي. طبعا الكورليشن لما بندرسه بيكون الاكس والواي مش مشكله مين بيأثر في مين، لكن هنا في الريجريشن لازم نحدد اتجاه التأثير، ان العوامل الاندبندنت فين والعوامل الديبندنت فين. بالنسبة للبيتا نود ديت بتعبر عن الريجريشن انترسبت، وديت معناها ايه؟ ان لو كل الفاريبلز اللي عندنا الاكسس ديت لو قيمتها زيرو، ايه القيمة المتوقعة للفاكتور او للفاريبل واي. اما بالنسبة في الريجريشن اناليسز قد نحصل على بعض او بنحصل على قيمة البي فاليو، وديت بتكون كستاتيستيكال تيست بتوضح لنا الى اي مدى الكوفيشنت اللي احنا بندرسها دهيت امبورتانت في الموديل اللي احنا بنشتغل بيه. عندنا كمان قيمة الار سكوير، والقيمة ديت ليها أهمية إن احنا نقدر نحكم على البرفورمانس أو الجودة بتاع الموديل اللي احنا بنشتغل بيه. كلما كانت الار سكوير ديت قريبة للواحد الصحيح، كل ما ده معناه أو مفاده إن المور ديبندنس موجود بين الفاريبلز اللي احنا بنشتغل بيها. أما بالنسبة للإبسلون فديت هي الريزيدوالز، فده الأن إكسبليند بورشن الموجود في الديبندنت فاريبل اللي احنا بنشتغل بيه، لكن كلما زادت هذه القيمة كل ده ما معناه ان احنا عندنا بور موديل فيت، وبالتالي الموديل ده يجب ان احنا نحاول نعدله ونحاول نجد الفاريبلز اللي هي الاندبندنت اللي بتاثر وتشارك في التاثير على الواي، بحيث نوصل الى الموديل افضل من الموديل اللي هو يكون فيه قيمه الابسلون ديت تكون مرتفعه. لما بنعمل ريجريشن اناليسيس عندنا طبيعه الداتا او السبيشال داتا اللي بنشتغل عليها في لها طبيعة أو صفات خاصة تميزها، ف
فزي ما اتكلمنا قبل كده على ان يكون في اوتو كورليشن في الداتا او في الفاريبلز اللي بنشتغل بيها، وده بيكون غير ملائم للطرق الريجريشن التقليديه اللي احنا بنشتغل بيها. من العوامل الثانيه ان احنا عندنا ان في بعض الظواهر او الصفات بتكون غير منتشره بانتظام على طول منطقه الدراسه. وايضا احنا بنتكلم على الجيوغرافي از امبورتنت، وفي طبيعه الصفات او البيانات المكانيه دهيت بنلاقي ان احيانا بيكون في حاجه اسمها نون استيشناريتي، ان الظاهره او الفاريبل اللي بندرسه مش موجود بانتظام او مش بيتوزع بانتظام على طول المنطقه اللي احنا بندرسها، لكن قد يتغير في بعض الاماكن. والكاركترستكس ديت بتدي للسبيشال داتا صفه مميزه ليها او صفه مختلفه شويه عن البيانات العاديه، وممكن نشير ليها كان على اساس ان هي ريجيونال فاريشن اور سبيشال دريفت. ونظرا للطبيعه الخاصه للسبيشال داتا ديت، فلو في عندنا الاوتو كورليشن ده موجود وليه تاثير طبعا على الريجريشن موديل، ففي مجموعه من الاجراءات ممكن نتبعها بحيث نقلل من هذا التاثير. اول حاجه نعمل ريسامبلنج للداتا اللي عندنا لحد ما نوصل لمرحله ان تاثير السبيشال اوتو كورليشن دوت يكون قليل، وده طبعا ممكن في حاله ما يكون عندنا ان الداتا كبيره بحد كافي، ونتيجه لوجود الريدندنسي في الداتا نقدر نستبعد بعض الفاريبل ونعمل ريسامبلنج ونحسن من النتيجه. من الطرق الثانيه ان احنا للفاريبلز اللي عندنا دهيت نفصل السبيشال داتا عن النون سبيشال كومبوننت اللي موجوده في الداتا بتاعتنا، وبعد كده نرجع السبيشال داتا دهيت كفاريبل اضافي في الموديل بحيث ان احنا نحسن من الموديل ومن النتائج اللي عندنا. في طرق تانية تقدر تتعامل مع الداتا اللي فيها الاوتو كورليشن دهيت باستخدام مثلا السبيشال كومبوننت ريجريشن ميثودز. دلوقتي لو بنشتغل ريجريشن اناليسيس والداتا فيها سبيشال اوتو كورليشن، هنلاقي ان الكوفيشنت اوف ديترمينيشن والكورليشن كوفيشنت بيكون القيم بتاعتهم اعلى من الحقيقي، والستاندرد ايرور بيكون اصغر من اللي المفروض يكون عليه. How do I know if I have problem؟ ازاي نعرف ان عندنا في مشكله الاوتو كورليشن في الشغل بتاعنا ولا لا؟ طب لو انا بشتغل الكورليشن هنحسب المورانس اي او المورانس اندكس لكل فاريبل بنشتغل عليه. لو المورانس اندكس ده هو significant في الحاله ديت فهيكون الداتا ديت فيها مشكله. طب لو انا بعمل ريجريشن هنحسب الريزيدوال ونجيب الفرق بين الاكشوال واي والبريدكتد واي، والناتج بتاع دول بنبدا نوقعه في خريطه. لو الخريطه ديت ظهرت او اظهرت لينا باترن معين يبقى في الحاله ديت في مشكله في الداتا. الطريقه الثانيه في حاله الريجريشن ان احنا نحسب المورانس اي للريزيدوالز اللي عندنا، لو القيمه ديت significant في الحاله دي هيكون في بروبلم في الداتا. هنتكلم دلوقتي ازاي لو عندي داتا فيها سبيشال اوتو كورليشن، هاو دو اي فيكس ذا سبيشال اوتو كورليشن. الطريقه الاولى ان احنا نحاول نحدد الاوميتد فاريبلز اللي احنا استبعدناها من الموديل بتاعنا ونبدا نستخدمها في الموديل، لان احيانا ان الميسنج او الاوميتد فاريبل ديت ممكن تؤدي لوجود السبيشال اوتو كورليشن. وعندنا الريجريشن بيفترض ان كل الريليفنت فاريبلز اللي هي هتاثر على العامل التابع تكون موجوده في الموديل، وبالتالي استبعاد الفاريبلز دهيت قد يؤدي ان الموديل يكون مس سبيسيفايد. الطريقه الثانيه لو انا مش قادر احدد اديشنال فاريبل وما زال السبيشال اوتو كورليشن موجود، في هذه الحاله ممكن نستخدم السبيشال ريجريشن موديل.